اسمي خالد بن سريك بن محمد العلوي، فهمتني؟ من الكاف من بن عنين، فهمتني؟ عملوا لي ادعاء بالباطل، فهمتني؟ اني اختطفت طفله كذا كذا اللي بويا، فهمتني؟ هو فهمتني رئيس مركز تحت حرس ليلة الخميس، فهمتني؟ بالليل وجوا للدار، فهمتني؟ ضربوا بابا، خلوا له سنته هذه في راجل كبير، سهلوه ويعملوا له خالد. خالد وين فهمتني؟ نعم؟ تحموها اي، دخلوا للدار. اختي عمرها 14 سنه، عمرها 16 سنه، دخلوا طولة كيك، فهمتني؟ دخلوا طولة كيك، فهمتني؟ ما داخل كي شافت كيف كيك، خاطر طول الوقت الدار ماشي من وكيل الجمهور، ما عندهم حتى شيء، يدخلوا كيك يهزوا الشر العباد، اقسم بالله ما تبس في ديارها، الشر العباد ما تبس في ديارها اللي يهزوها، فهمتني؟ من يهزوا، خاطر يدخلوا طول يهزوا في العباد من ديارهم، فهمتني؟ طفل اختي رد سفاف بالبرتكانات، يعملها اخوك وين اخوك وين؟ انت اول حاجه شوف يعني كي وصلوا لها رد سفاف بالبرتكانات، هي رياضه يعني، حتى بيتها دخلوا لها الطفل، فهمتني؟ يرقدوا يردسوا فيها كيك. جوني زوج ولاد قالوا لي يا خيادر شرط لو جالي، قلت لهم انا ما عندنا شيء من شيء منهم، نحن كيك وهم حبس، وانت ابوك استسمو، قالوا انت استسمك انت فلان وانت، قلت له خير ابوك استسمو، قال اشتري حسيت لهم شو نقول لك بالمنطق كذا كذا، فهمتني؟ لوجوا علي طول عملوا لي شكاره كي وربطوني من يدي، عاملين وحداتهم اللي كقول لك عاملين على وجوههم كي، فهمتني؟ عاملين لي شكار، طلعوني في الكهرباء، قالوا لي فهمتني؟ رانا باش ننزلوك باش نستفعلوا فيك كيف كيف، يضرب فيا على راسي، هذه شنو عملت؟ تحكي معايا يقول لي شنو عملت؟ فهمتني؟ يضرب فيا على راسي، فهمتني؟ يضرب فيا على كتافي، كل هزوني للبلاصه، طيشوني هكا، فهمتني؟ ركدوني واحد يرفع بكي بالكف وواحد على وجهي، فهمتني؟ كانت هذه كلها زرقاء في السيدي تشوفها، فهمتني؟ والاخر شادي بالمطرقة على ركابي هكا، يضرب فيها على ركبتي هذه اليمين، فهمتني؟ وني الطفل السلاح عنده شكون؟ شكون اللي حرق؟ شكون اللي عمل؟ يعني انت جايبني تضرب فيا كيف كيك باش نقول لك انا شكون؟ فهمتني؟ يضربوا بعد هزوني البلاصه، طيشوني كي، قالوا طلوا واحد، انا ما نجم بكلمك، ما عادش نجم نتكلم، فهمتني؟ نسمع حتى كي نسمع نسمع بشوي خلاص، فهمتني؟ قالوا كي، قالوا اهو، قالوا ما نخلوش كيف كي، قالوا هز انقذوا اسعفوا، فهمتني؟ من بعد جابوا لي، قالوا ما نخلوش كيف كي، اسمع اش قال هذا واحد، قال لهم ما نخلوش كيف كي، هزوا اسعفوه. كي سمعت كلمة كي، الكلمة هذيك فرحت، حسيت يعني فما شوية سعفان، فهمت؟ خاطر قلت باش نموت بيك ما نجمش نتكلم، عمل لي اسمك ما نجمش ننطق اسمي، فهمتني؟ قال لهم يمكن ماتوا، هزوا على اساس باش يسعفوني، يهزوني للبلاصه، اش يعملوا لي؟ فهمتني؟ قال لي باقي مش باش تنطق، فهمتني؟ طيشوني كذا كيف في حشاك في ساقي انت عامل، فهمتني؟ الاخر يعمل لك خل 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 نحلوا السرير، ولا فهمتني؟ خل حشاك فهمتني؟ يعني خلي شنو نسميها فوق هنا، ويعملوا يعملوا هكا، حط له راسي، حطوا لي في راسي تحت السبالة. ومن بعد كي يجي يهزوني للكهرباء يرجعوا لي الساشي، ديما باش يبكي شكارك احنا كيف كيف. يحطوا لي في راسي تحت السبيل، والاخر يضرب فيا فهمتني بالزوج، يضرب فيا بالعصي فهمتني من تالي، فهمتني؟ قتلوني قتل، وني من مسلم ما عامل الربي، فهمتني؟ بك الوحده هذيك عامل لي لي كذا كذا، ما عنديش ما يضربوني يحبوهم، زيدوا يعاودوا يهزوني للسكنه تاع الباب، خلوني غادي به. من بعد مركبين في باقه وبان على الامطار، باش نستنى وقتاش باش نبحث باش نكافح مع الطفله، يعني بعد هذا الكل عملوه لي باش نكافح مع الطفله، فهمتني؟ قاعد كذا كي اللي يطلع يقول له، يقول له انا ولد عاد على بنت الزميل، يقول له ذاك اللي لابس بلوزه حمراء، فهمتي؟ وني ما عاملين لي شكار على راسك كذا كي، ما ندريش علي مش يطلع لي، يطلع عدت نعمل لك انا ما عادش عندي جهد، عدت نكال لي نعمل لك اياه، قلت نور عشان كلي، خاطر بدلوا لي من بعد عملوا لي فهمتي كذا الاسفاد هذيك مينوت، فهمتي؟ نحولي كان عاملين لي الكليات البيض، هذيك الكليات البيض تاع الكراهه اللي عملتها، فهمتي؟ كان عاملين لي هذيك، فهمتي؟ اللي يطلع يقول لك انا هو تاع بنت الزميل، يقول له هذاك فهمتني، يطلع طول فهمتني يضرب يضرب فوق لاوي بالمشتفي كذا، وانا ذاك الكالي على وجهي، يعني الجهد اللي مازال عندي به هم قاعد نقاوم به، قاعد ندافع كالي فهمتني، وهم قاعدين يضربوا، منهم واحد طلع قالوا له انا تعدي على بنت الزميل، قال له هذاك طلع وانا عامل له شكاره فهمتني، يخنق فيا بالشكاره، قاعد نشبه هذا كان يحاول باش نمنع روحي فهمتني، والاخر حاس انه يعمل له يا زميل يا زميل يا زميل يا زميل راك شي راكش تقتل فهمتني، كنت نشبد كيف كيف باش نمنع روحي فهمتني، لين بعد سلم صايب ما عادش فهمتني، ما عادش فهمتني، هما سايبوني. من بعد دخلوني كيف فوني مع الطفله، ما عرفتش شنو قلت لهم، قلت لهم راني الطفله هذه راهي تقرا مع خطوط اختي، ما عنديش بها حتى علاقه فهمتني؟ ها فهمتني؟ وجوني قبلها راهو قبلها فهمتني في ليلتها هذيك، جوني دارها فهمتني؟ وحكوا يحكوا معايا كيف كيف، يقول لي اخي ما جاتش بحث وقتك، غادي قلت لهم ما جاتش، ما شفتش فهمتني؟ قلت لي واحد من الكهرباء يعمل لك لا سي سي روح روح، كنت عندهم هزوني حكايه العشر ونص ل 11 تاع الليل، كنت عندهم يوم غدوه فهمت حكايه الخمس تاع العشيه ضربوا نص يسيبوني يعملوا لي اللي انت تقول يعني يوم قالت تضربت ولا كذا، يقول لهم راك يعني شربت وقت احد فهمتي، يعني حتى يعني اقسم بالله حتى دبوا سميه من عندهم ما مدوش يالي فهمتي، يعني ممكن الموضوع
تاكلوش ما تاكلوش ما ما تاكلوش شيء كسكرو جابوا لي ما عندي ما نجمتش ناكل فهمني جابوا لي كسكرو ما نجمتش ناكل حاط الحاله هذيك وانا واحد ما نجمش فهمتي زيد البارح كيف كيف فهمني البارحة قلت له ديرهم نجم شخص شو وريك فهمتني؟ سيدي الضرب وفهمتني الضرب علاش وقت انت كنت انت كنت في اللقاء علاش خرجت اللقاء؟ هزوني نهار الخميس العشرة خرجت نهار الجمعة خرجت نهار الجمعة بلا شيء نهار الجمعة عملت حجة طبية اي عملت اي كل شيء اي هاي حتى من الشهادة الطبية يعني فيها التاريخ نتاعها وكيفاش كل شيء قدمت شكاية قدمت شكاية للسيد وكيل الجمهورية اي وكيل الجمهورية ايش قال لك؟ اسمعني وقال لي رانا باش خاطر المطلب نتاعي يعني كي قدمت الشكاية نتاعي فيها الرقم تقريبا نتاعي وفيها حطيت ليه النمر تاع التليفون قال لي باش نبعثوا المدير الاقليمي نتاع الحرس الوطني فهمتني خاطرني باش نعرف شنو يهزوهم في فترة التعليقات ما نعرفش عليهم بس مو بلي عامل لي حتى شكارك على راسي فهمت يهز ما ندريش عليهم يهزوني حزين حليت عيني كان في السكنه دين تاع البو بجنب الحرس هذي هكا هو هاي هما هزينيني على قضيه تاع اختطاف هما خطفوني وعملوا فيا ما يتعملش يعني بعد ما خرجنا نهار الجمعة أنت سمعت أن تم قاعد يدعي عليك البارح مرة أخرى يعني بعد ما سيبوك نهار الجمعة تعرضت مرة أخرى للاعتداء تعرضت البارح فهمتي زاد الاعتداء فهمتي دام تحكي تاع أربع سوايع هزوني يضربوا فيا ومن بعد هزوني غادي فهمتني وقتاش صعدت؟ صار حكيت العشرة ونص الحداش هذا البارح نهار الحداش نفيد سايبوني حكيت ساعتين فهمتني أسباب الإيقاف علاش وقتها؟ ابرك على الركيب وقلت له راني مضروب راني ما نجمش راني احكي يعني يعني دورية في الشارع اي دورية في الشارع فهمتني قلت له دير انا ما نجمش فهمتني طول هبطوا فهمتني جو كهرباء تاع وحدة الدخل الزرقاء الاولى اللي هزوني فيها ذيك الحرس الوطني فهمتني بيضا هذي اللي هزوني فيها البارح وحدة الدخل الزرقاء فهمتني طول هبطوا طول يضربوا كذا فهمتني منه ومنه وراقدوني في الوتا يعرفوا على راسي يضربوا فيا كذا كذا فهمتني حكوا لي في راسي على الوتا وعملوا لي الوحدة هذيك وزاد عادوا هزوني كي هزوني غادي يعمل لي اخرج كون جابك هزوني السكنه تاع البو فهمتي قال لي اخرج كون جابك قلت له راني جبت روحي بروحي قلت له فهمتي ذي عملتها لروحي كي قلت له ونضرب في روحي واني جيت هنا قلت له ما تعرف شكون جابوني يا اخي شكون اللي جابني شكون عمل لي هذه شكون ضربني كذا كذا فهمتني قال لي في بالناش يا اخي الجيش ضربك اخي الجيش عمل لك ديما يقول لك الجيش اي ديما يقول لك كيف ولا كيف يبدا واحد فهمتني غادي كيف يدخل يقول له كيف يا اخزر اخزر الجيش كيفاش يضرب اخزر خطيه الجيش ما عمل حتى شيء الجيش فهمتني هما اللي قاعدين يضربوا كذا كذا فهمتني هما يطلعوا كذا كيف ويتلثموا فهمت يضربوا في العباد كلهم ملثمين في الليل كلهم ملثمين في الليل اقسموا بالله اقسموا بالله فهمتني 80% من اللي جون تاع كيف ما يباتوش في ديارهم خافوا فهمتني لازم بهم كذا كيف بالنسبه للشباب بالنسبه لعوائل الامن عوائل الامن الموجودين في الكيف طريقه تعاملهم مع المواطن كيفاش في النهار في النهار تشوفوا كيفاش يبدا يحكي معاك اقسم بالله تقول مليك على وجه الارض فهمتي كيفاش يحكي معاك ومنه كذا كذا فهمتي في الليل اللي كان يحطوا ذيل وحدات على روسهم وراهم هم العوان تاع الكيف هذا تاع الحرس وتاع فهمتي تاع الفرق العدليه فهمتي نتاع تاع المراكز هم يشوفهم كيفاش في الليل ما عادش تعرف منه حتى حد فهمتي برشا عباد قالوا راهم معروفين وراهم من هنا من الكيف اللي يخدموا هنا بالكيف خاطر شوف كيفاش وقت اللي واقف باش يهزوني يعني هما باش نقولوا نحن براينيه ولا كذا لا باش يهزوني الليل باش يهزوني فهمتي وسط البلاد نهار الخميس طول هبطوا واحد شدي من واحد شدي من غادي ومن بعد يسلم السيم يعني بين يعرفوني هم لهنا هم راهم يعرفوني العوان لهنا طول يعني بين قال لي هذا هو السيد خالد هو الشريف اللي وجع عليه طول شدوني منه شدي واحد من غادي وسهلوا زاد الاولاد ومن بعد سهلوني اخر واحد بالنسبه للوضع الامني في مدينه الكاف ما ثمش ما ثمش ما ثمش هاي اول حاله نتاع قالوا اغتصاب واختطاف وكذا كذا وشواها فهمتي في الاذاعه ومنها ما ثمش حتى شيء ما ثمش حتى شيء اقسم بالله ما ثمش حتى شيء فهمتي اختي تمشي تو تقضي فهمتني طفله صغيره وعاد خلاص ما عندناش حتى شيء هي العباد قاعده فهمتني هو الحاكم يعني هو الحاكم هو اللي قاعد يبركب العباد الحاكم قاعد يختفي العباد وني اختطفوني واختطفوا برشا عباد الحاكم هذا هو اللي اختطف العباد هو اللي يضرب في العباد فهمتني ويسرق نحو لي البراسلين تاعي فهمتني من يدي ما عادش نخمم في البراسلين ما عادش نخمم حتى شيء فلوسي فهمت كيف نحو لي من تيري نخدم بها في سباب البوفيكه فهمتني نحو وين؟ ما استرجعت حتى شيء. مش باش نسترجع كان تليفوني فهمتي مدهولي لي الصباح هذاك شفته. البارح. هذا ليله الخميس هذا. ليله الخميس فهمتي؟ فهمتي كل شيء نحو لي يعني مونجيرتي فهمتي؟ روليكس كيف كيف؟ كسروها كذا كي يمكن كي ما صلحتش لهم يعمل لي هيك مونجيرتي في جيبك هيك مونجيرتي في جيبك فهمتي؟ اقسم بالله اقسم بالله كان احكي كيفاش يعني بالنسبه للاخلافات فما كان الحال نتاعك وفما عديد الحالات في مدينه الكاف. آلاف الحالات يوسف العباد آلاف الحالات البارح الصحة البارح فهمتني أنه شيء مرعب خلاص فهمتني عباد كيش فهمتني واحد هاز حسب ما حكي لي الصباح قال لي راني هاز العشية للعساس فهمتني قال لي عرضوا لي فهمتني
قلت له قالت لي فهمتي العباد يضرب ويخليك هكاك ويمشي فهمتي. شكون باش تعرف انت شكون هو عامل وحده ما تنجمش يعني. وعلاش استشف هذا معناها ما فهمتوش علاش؟ ما نعرفش علاش ما نعرفوش علاش فهمتي. ما عرفوش علاش كيبي به هزوني نيا واختطاف اختطاف كذا وتشويه سمع اقسم بالله حتى غادي في العباد فهمتي حتى مع دار ما نجمش فهمتي. لعبت في الحمى وفي الارجونس مشيت باش نطلع سيرتيفيكا وباش نعدي في الارجونس فهمتي. باش تكمل الطبيه 27 يوم فهمتي. مشيت باش نعدي يعمل لي العباد تحكي الداخل فهمتي كذا يعملوا لها هاو الاختطاف الطفل هاو الاختطاف الطفل يعني شوفوا وصلت يعني ولا في الحالات من الفيلم الجاي عند حموم كده مو فهمتي على العباد فهمتي ذلك هكا موجهين ما عرفش شنو اللي عاملينه فهمتي بالازيار هذاك ولا شنو ذلك فهمتي يضربوا طول في العباد. لو كيف الحاله تاعي كيف البارح يا ملي هو ابرك على ركيبك اخسر وجهي اخسر حياتي كيفاش يعني مضروب شو هذيك سيرتيفيكاي راني مضروب 27 يوم يا رسول الله فهمتي. مش نحكي معك كيف هو مش عروق هذاك طلب الدوريه ولا شنو جبت الدوريات فهمتي هبطوا لي طول هكا وجهي يعني عامل فيك كيف هكا راسي كيف هكا